أول حاجة عايز أتكلم عنها التدعيمات اللي حصلت في شهر يناير كان ليها تأثير كبير جدا في الفريق في الدور الثاني بالكامل الحقيقة. Siempre los buenos futbolistas son importantes. دايما اللاعبين المميزين بيكون حاجة مهمة بالنسبة للفريق. Hubo un momento que de hecho في وضع ووقت معين no solamente fueron importantes por su nivel. ما كانوش مهمين بس بسبب مستواهم fueron أو تميزهم. Para completar un equipo. كانوا مهمين لتكملة فريق. Nosotros viajamos a jugar contra Saura Argelia. احنا سافرنا نلاعب شبيبة الثورة في الجزائر. No teníamos más que esos. ما كانش عندنا لعيبة إلا اللي احنا سافرنا بيهم. E incluso alguno de los que viajó estaba lesionado. وحتى إن كان واحد أحد اللاعبين اللي سافر معانا كان مصاب. Entonces, desde ese lugar, los jugadores nuevos, por lo menos nos dieron la posibilidad. اللاعبين الجدد اللي دخلوا في يناير ادونا الإمكانية. De completar equipos. إن احنا نكمل فريقنا. Y bueno, y darle cosas diferentes, respuestas diferentes, ¿no? وإن يبقى لينا دعم مختلف. Yo creo que todavía tienen mucho para dar. ولسه هيدوا كتير تمام. طيب هو حضرتك كان ليك دور في الموضوع ده يعني هل انت كنت بتختار مع الاداره في ذلك الوقت؟ تنياس ون بابيلي نيسو اسال اكيدو حسين الشحات مثلا او رمضان صبحي او كذا او كذا او كذا هل تم عرض الامر عليك ولا لا؟ Sí, por supuesto. Nosotros vimos unos cuantos vídeos. احنا شفنا فيديوهات للاعبين. Vimos unos cuantos, me acuerdo de Ramadán en Inglaterra. احنا شفنا بعض الفيديوهات لرمضان في انجلترا. Vimos muchos pasajes de vídeos de Hussein Shahat. وشفنا برضه فيديوهات لحسين الشحات. Incluso creo haber visto, creo que vi, no sé si fue la final o uno de los partidos de la Copa Mundial de Clubes. وشفنا النهائي البطولة الكأس العالم للأندية. Así que bueno, sí, sí, por suerte, bueno, lógicamente el manager, en este caso Sayed, de forma conjunta. Sayed بطريقة جماعية. Lo que pasa es que ahora hablamos de los que vinieron. احنا بنتكلم عن اللي جم. Pero no hablamos de los que no vinieron. لكن ما بنتكلمش على اللي ما جوش. Hubo otros jugadores que nos gustaban o que no nos gustaban. في بعض اللاعبين اللي عجبونا واللي ما عجبوناش. Y que ya sea por un tema económico en algún caso. ممكن بسبب عامل مادي أو اقتصادي. En otro caso porque eran extranjeros. وبعامل تاني ان هم كانوا اجانب مثلا وما ينفعش اضافتهم للفريق. O en otro caso porque bueno, no entendimos que no cumplían el nivel deportivo que pretendíamos para el equipo. او مستواهم ما كانش يتناسب مع الفريق الاهلي. طيب بما اننا بنتكلم عن اللاعبين اللي جم في شهر يناير وانا عايز اقول لحضرتك هنا ان احنا بنسال كل اسئله ال 60 70 انت عارف ان هنا في 60 70 مليون مشجع و60 مليون و60 70 مليون مشجع اهلاوي طبعا و60 70 مليون مدير فني للنادي الاهلي son muchos بتقابلهم في الشارع اكيد يعني وبيقولوا لك رايهم وكل حاجه eso es presión eso sí es presión ده طبعا ده هو الضغط اللي انت بتتكلم عليه ده هو ضغط وتوتر eso es divertido ir en un auto por ejemplo هو من الممتع ان انت تكون في تاكسي او عربيه se te pone un auto al lado y te empiezan a gritar ويجي عربيه جنبك ويبدا يحييك ويقول لك يا كوتش no sé la sarti hay que ganar la copa hay que ganar la liga لازم نكسب الكاس لازم نكسب الدوري pero bueno es lo habitual y es divertido y es bonito ده طبيعي وده حاجه كويسه جدا فانا هسال طبعا ال 60 70 مليون دول كانوا بيقولوا لي ايه لما عرفوا ان حضرتك معايا فانا هسال اسئلتهم برضو علشان الناس تحس قد ايه انتوا في خلال هذه الفتره. طيب ناس بتتكلم عن حسين الشحات ورمضان صبحي تحديدا ان حسين الشحات ورمضان صبحي حتى هذه اللحظه لم يصل الى مستواهم اللي هم عارفينه عنهم. وجهه نظرك ايه في هذا الموضوع؟ Bueno, yo dije hace un minuto, dos minutos, dije que todavía tienen mucho para dar. En el caso de Ramadán, creo que tuvo mala suerte. Hace un ratito mirábamos unas imágenes ahí donde él hace un gol. No recuerdo qué partido fue, jugó muy bien ese día. مش فاكر ماتش ايه لكن هو لعب كويس جدا في الماتش ده. Después se lesionó. وبعد كده اتصاب. Y le costó otra vez volver a su nivel. وكان صعب ان هو لسه ما وصلش لمستواه الطبيعي. Para mí como entrenador, no como aficionado. بالنسبة لي كمدرب ليس كمشجع. Para mí jugó muy bien el otro día en nuestro partido contra الثورة jugó muy bien. بالنسبة لي هو لعب بجدية جدا في ماتش الثورة ولعب كويس جدا. Y en el caso de Hussein, بحالة حسين, yo creo que se ha depositado encima de él. بعتقد ان عليه حمل.
una gran presión. ضغط كبير جدا. Estos jugar en un gran club no es fácil para nadie. اللعب لنادي كبير ده مش سهل. Ni para el entrenador ni para los jugadores. ولا للمدير الفني ولا للاعب. Pero bueno, el otro día también Hussein entró el segundo tiempo. لكن حسين نزل الماتش اللي فات. Mostró que tiene muy bueno, que tiene mucho talento. وكان واضح ان هو ليه موهبه خاصه. Y estamos seguros que no, bueno, que nos va a dar muchas cosas todavía. واحنا على ثقه ان هو هيدينا كتير جدا في الماتشات القادمه. يعني الحقيقه برضو يا كوتش خلال الفتره اللي فاتت المباريات والاهداف اللي بتيجي للنادي الاهلي جميله جدا. تحس كده ان الكره بتتلعب على الارض 6 7 10 لا اكتر كمان احنا عديناها كم مره يا جماعه المره اللي فاتت اعتقد 26 باس هل ده مقصود A ver, el fútbol tiene momentos. الكرة ليها اوقاتها ليها اوقات. Y además juegan dos equipos, no juega solo uno. دايما بيلعب فريقين في الملعب مش فريق واحد. A veces está lo que uno quiere hacer. دايما ممكن يكون واحد عايز يعمل حاجة. Y está lo que el otro te deja hacer. وفي ان التاني يسمح لك ان انت تعمل اللي انت عاوزه. Nuestra pretensión es tener un equipo técnicamente adecuado. نيتنا ان احنا يكون عندنا فريق تكنيكو عالي ويكون دقيق وش que sea defensivamente difícil de batir ويكون دفاعيا صعب هزيمته y que genere ya sea por juego o por contraataque o por lo que sea ودايما ينفذ ويبني هجمات que genere situaciones de gol دايما ينفذ يبني هجمات تؤدي الى اهداف hay partidos que ha salido bien في بعض الماتشات ده كان كويس y hay otros partidos que ha sido más difícil وكان في بعض الماتشات كان صعب جدا porque esto es el fútbol ¿no? لكن هي دي الكوره عامه el Real de Madrid pierde el Real Madrid زي ما انت خسر el Paris Saint-Germain que gasta dinero Paris Saint-Germain خسر pierde خسر es fútbol هي الكوره كده طب احنا عندنا مشكله دفاعيه يا كوتش No creo que tengamos لا ما عندناش مشكله دفاعيه necesitamos sí لكن ما نحتاجه es tener una continuidad superior en los jugadores que juegan habitualmente. نحن يكون عندنا استدامة ودايما يكون في تطور في اللاعبين اللي موجودين عندنا. El otro día, por ejemplo, Saad Samir jugó un gran para mí jugó un gran partido. Saad Samir لعب ماتش عظيم الماتش اللي فات. Lamentablemente en la última jugada sintió una molestia. لكن للأسف في آخر لعبة حس بألم في رجله. Sería importante que se recuperara. نتمنى ان هو يشفى على طول. Tenemos algún otro jugador, por ejemplo, que bueno, Ayman ha jugado habitualmente, ha jugado muy bien. Ayman لعب كويس ولعب كتير. Tenemos a Rami Rabia que se está después de mucho tiempo sin jugar. Rami Rabia بعد فترة طويلة بدون لعب. Se está poniendo en forma. دلوقتي هو بيدخل في الفورمة. Y bueno, estamos ilusionados en que pueda participar. النهاردة نتمنى طبعا ان هو يقدر يشارك. Yasser ha jugado muy bien, muy serio. Yasser لعب بجدية. Se ha adaptado bien al club. وتداخل وانسجم مع الفريق بسرعة. Está Alá también, que lo tenemos ahí, se está preparando para volver a jugar en algún momento. Alá y Naguib. Naguib también. بنجهزهم عشان خاطر يلعبوا. La verdad que estamos contentos con la gente que tenemos. احنا سعداء باللعيبه الموجودين معانا. بالمناسبة